لطالما كانت مجموعة المناصير برؤيتها تهدف لتقديم كل ما هو أفضل لهذا البلد، فمن دورها بالمسؤولية الاجتماعية وإسهامها في تطوير الكفاءات الوطنية، انطلقت مبادرة ساهم في بناء المستقبل من شركة المناصير لصناعة الإسمنت بأولى محطاتها بالتعاون مع كلية الهندسة في جامعة العلوم والتكنولوجيا، بهدف صقل المواهب وتقديم فرص تدريبية مدفوعة الأجر بالإضافة لفرص عمل. جيت اليوم مشان أشارك طلاب جامعة العلوم والتكنولوجيا خبرتي مع مجموعة المناصير وتجربتي معهم، والحمد لله كانت ندوة جدا رائعة وممتازة، وكان تفاعل الطلاب معنا كثير رائع، وبشكر جامعة علوم التكنولوجيا على استقبالها لنا لهذه الندوة. وفي إطار سعيها الجاد لترقية المجتمع وتدريب شبابه والارتقاء بالمستوى المهني والعملي للطلب الخريجين، حيث تقوم هذه المبادرة على الإسهام في تأهيل أجيال جديدة طموحة ومتميزة قادرة على التغيير. تم تحديد آلية العمل اللي انطلقت منها هذه المبادرة من خلال تأسيس لجنة متخصصة تكون مسؤولة عن عمليات الاختيار والانتقاء، سيبدأ عملها بالمقابلات الخاصة ومن ثم تحديد ورش التأهيل والتدريب، بالإضافة لتوفير أفضل طواقم التدريب وأحدث الوسائل التكنولوجية المتاحة، واللي بتضمن من خلالها صقل مواهب وطاقات الشباب الواعد للمساهمة في بناء مستقبل واعد. أحمد الكيلاني، رؤية